الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذه معقود انت؟ معقود؟ روح فوق انت روح تجلس لا ما راح فوق ها؟ عادي من اطلع فوق تبي بتروح فوق انت؟ اقول عادي لا ما في اللي قلت توجه بس طيب تطلع بتجي صح؟ ما نقدر خلاص انا اذنت توهقت لا عادي ترى انت بتروح تخلص شغله وتجي عادي شك مرتبك يلا يلا والله صوتك جميل ما شاء الله الله يسلمك إيمانيات شكرا جزيلا الله
سارات لهم محرم عليكم إخراجهم ما تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بها فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم يقيمون إلى أشد العذاب لما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم لا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده ورسل آتينا عيسى بينات وأيدناه بروح القدس أوكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم كم كذبتم وفريقا تقتلون. هذا حقك العود مرة حلو ترى. كيف بالله؟ ها؟ قالوا قلوبنا وقلوبهم بل نعلم الله بكفرهم وقلوبهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به. سلمت سلمت دماء جميل جدا. كافرين على أفهم مبين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون وضائه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء. السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله إن كنتم مؤمنين وسعد البينات ثم اتخذتم الأجل من بعد وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا يقولوا بما حسب كفرهم وبئس ما يأمركم به أيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من موت كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا أحدهم أنه يعمر ألف سنة وهو هو أحدهم من عذاب من عذاب الله والله بصير بما يعملون من كان عدوا لجبريل فإنه نزل أقل بك بإذن الله مصدق لما بين أيدينا هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عادوا أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب فالله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون
قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك السلام عليكم قد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل